مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة كتير طيبة وبيشتهر فيها المطبخ الفلسطيني وامتياز، واللي هي المسخة. بيعود أصل هالأكلة لشمال فلسطين وخصوصا لنابلس وطول كرم، وبيقولوا إنه أصل هالتسمية المسخن إجا من استخدام الخبز البايت على وجه الخصوص وإعادة تسخينه من جديد بإضافة زيت الزيتون أو مرق الدجاج عليه. واليوم رح نعمل هالوصفة بطريقة خفيفة وبسيطة وعلى شكل رولات شهية، فخلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين صدور الدجاج مقطعة، بصل، زيت زيتون، عصير ليمون، سماق، ملح، واخر شي فلفل اسود. بطنجرة على النار بنحط كوب من زيت الزيتون وبنضيف عليه هون 4 بصلات كبار مقطعين مربعات صغيرة، بنحرك كتير منيح وبنحط عليه هون معلقة كبيرة من الملح ورشة من الفلفل الاسود لنساعد البصل انه يدبل معنا. بس يصير البصل معنا شفاف مثل ما شايفين، بنضيف 2 معلقة كبار من السماق البلدي، وبعدين بنضيف عصير ليمونة، بنحرك كتير منيح. واستخدام زيت الزيتون والسماق أساسي بالمسخن، بندوق بهالمرحلة لنشوف ملحه وحمضه. وهلأ صاروا وقت نضيف صدور دجاج. أنا هون استخدمت 8 صدورة، يعني بمعدل بصلة كبيرة لكل صدرين من الدجاج. بنحرك كتير منيح لتنشف ميته على نار عالية ويبقى معنا الزيت هو اللي على الوش. بنعرف انه جهز مثل ما شايفين. بنقيم 2 معلقة من الزيت على جنب. انا هون حسيت انه محتاج شوية سماق فضفت 2 معلقة كبيرة، وهذا طبعا شي بيرجع لكم. هلأ بالنسبة للخبز، محتاجين خبز مرقوق او شراك بسموه. اول شي لازم نقيم الحواف، بتكون معجنة ويابسة ومحتاجينها، بنشيلها بهالطريقة نتخلص منها. وبعدين بنتني الخبز بهالطريقة لنصين، بنقيم الطرف الزاوية حتى نقدر نحدد وتكون القطع بنفس الحجم بهالشكل، وبنقصهم لمثلثات، يعني بمعدل 8 مثلثات من كل رغيف. هلأ مرحلة التطبيق، بنجيب قطعة من الخبز بنحط عليها 2 معلقة كبيرة من الحشوة، بنضمها من الجوانب وبنلفها بهالطريقة على شكل رول وبنصفهم هيك لتخلص معنا كل الكمية. بنكون محضرين صينية الفرن بنصفهم فيها، وبنكون محميين الفرن مسبقا، بندهن وشهم بزيت الزيتون اللي شلناه على جنب بهالشكل لا يكتسبوا لون ذهبي عند التحمير. واخر شي بنرش عليهم شوية من السماق بنص كل حبة، وهي شكلهم بالفرن. وهيك بس طلعوا من الفرن اخدوا تحميرة خفيفة من فوق ومن تحت، شايفين؟ اسمعوا القرشة، وهي قلبها من جوا وغنية. منظرهم كتير حلو مرتب وعم بيقرشوا قرش، شايفين؟ طلعوا كتير بشهوة. ونقدمها بصحن التقديم مع أنواع الخضرة اللي نحنا منحبها، ليمون، خيار، فجل، جزر، او ممكن يتقدم مع صحن لبن
كتير طيبة، بتناسب أعياد الميلاد والبوفيهات. صنف طيب مغذي مرتب، بتمنى تجربوه وتستمتعوا فيه انتو واصحابكم واهلكم. وهي وصفتنا لليوم، بتمنى ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح نزله ان شاء الله. باي باي.